امرأة جاءتها الاستحاضة وتعبت كثيرا حتى صارت لا تقدر على الوقوف، فأصبحت تصلي الصلوات من غير السنن، هل يكتب لها أجر السنن وهل صلاتها صحيحة؟ صلي الفرائض والسنن على حسب حالها، الحمد لله، صلي على حسب حالها. إذا جاءت الصلاة فإنها تستنجي وتجعل على حافظا على مخرج الحيض، تجعل حافظ وتتوضأ وتصلي، تفعل هذا عند كل صلاة، عند كل صلاة تستنجي وتستلزم بالشيء الذي يمنع تسرب الخارج وتتوضأ وتصلي عند كل صلاة، صلي فروض ونوافل الحمد لله. نعم.